هاي بيت الدين بلدة لبنانية شوفية كانت عاصمة إمارة الشهابيين، أنشأها الأمير بشير الثاني الشهابي بالقرن التاسع عشر، وهي اليوم واحدة من أكبر الواجهات السياحية بالبلد وبيزورها سنوياً عدد كبير من السواح. يعتبر قصر بيت الدين من أهم أثار بلدة بيت الدين، وهو قصر أقامه كمان الأمير بشير الثاني، وبشكل مزيج متناسق من بناء الحجر اللبناني بالخارج من الفن الزخرفي الدمشقي بالداخل. اشتهر القصر بجنيناته وبساحة الميدان يلي كانت تقام فيه حفلات الفروسية واستعراض الجيش. بتضم بيت الدين كمان قصر موسى، وهو من المتاحف اللبنانية المعروفة يلي اشتغل عليها صاحبها بمفرده لمدة 60 سنة. مين قال انه القصر بيحتوي على مجسمات بتمثل حياة اشخاص من لبنان عاشوا بين القرنين التاسع عشر واوائل القرن العشرين، بالاضافة لبعض الاسلحة القديمة؟ انا قال. أشوفكم بكرة.